بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح أوامر 3 دي أوتوكاد، والنهاردة هتكلم عن السيرفس سويب. السيرفس سويب أنا عندي هنا في دايرة صغيرة، دي الأوبجكت اللي أنا هعمل له سيرفس سويب على الإس بي لاين ده، ده الباس بتاعنا. نفس الكلام الريكتانجل الصغير ده هعمله برضو على الإس بي لاين ده. طيب أنا هقول له سويب او اكتب له اس دبليو من الكيبورد واختار الدايره، بعدين ادوس بيمين الماوس انتر، واجي هنا عند السكيل هخليه واحد زي ما هو كده، وبعدين ادوس انتر، وبعدين اختار الباس بتاعي. شايفين عمل لي سويب اهو على شكل انبوب وعلى شكل الدايره اللي انا عاملاها. طيب لو انا جيت غيرت السكيل بقى، هاجي اقول له سويب تاني واختار بقى ريكتانجل هنا وادوس بيمين الماوس انتر، واجي عند سكيل هنا هاجي اقول له اعملها لي 3 وادوس انتر، وبعدين اختار الاس بي لاين ده. شايفين كبره لي اهو، ابتدى 1 ل 3 اهو كبر معايا بالشكل اللي احنا شايفينه. طيب انا ممكن اغير السكيل بتاعه. طيب لو انا عندي بقى هيليكس اهو زي ما احنا شايفين كده، نفس الكلام ممكن اعمله على ريكتانجل وممكن اعمله على الدايره. لو انا خدت منه كوبي تمام، واجي اقول له سويب اس دبليو وبعدين انتر، واختار الدايره وبعدين بيمين ماوس انتر، وبعدين اختار الهيليكس اللي عندي ده. شايفين عمله لي عمل لي سويب على شكل الباص اللي انا اخترته. لو جيت بقى عملت التاني هقول له اس دبليو، هعمله بطريقه تانية واختار الريكتانجل. الريكتانجل ممكن يكون في اي مكان، ممكن انا احطه هنا على اي نقطه على الشكل بتاعي اوله او نهايته، او ان انا بخليه كده وهو بياخد نفس الشكل تمام، وادوس بيمين الماوس انتر، واجي اقول له هنا تويست. انا عايزه تويست مثلا خلوه لي 800 تمام، وادوس انتر، وبعدين اختار الهيليكس اللي عندي عمله لي على شكل تويست بالشكل ده. لو انا حبيت ابينها لكم اكتر اوضحها لكم، لو انا جيت رسمت ارك بالشكل ده كده اهو، وبعدين خدت الريكتانجل ده كده اهو وقلت له سويب اس دبليو واخترت الريكتانجل، وبعدين قلت له تويست وخليتها 1000 ودوست انتر واخترت الباص ده. شايفين عملها لي، عمله لي على شكل تويست، يبقى عمل لي سويب على شكل تويست بالشكل ده كده. يبقى احنا النهارده اتعلمنا امر سويب في برنامج الاوتوكاد. بكده انا خلاص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصل كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.